قمم شامخة، برد قارس، رياح عاتية، نقص في الأكسجين، مخاطر جمة، ظروف قاسية تدفع بالجسم البشري إلى تخطي حدود إمكاناته. اختارت مجموعة من المتسلقين العرب مواجهة كل ذلك، والهدف واحد: تسلق أعلى جبل في العالم، إيفرست. الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني من قطر أول قطري يحاول تسلق إيفرست في سعي لجمع التبرعات لدعم تعليم الأطفال في النيبال. This is Qatar's flag here for the first time. رهم حرق من السعودية، أول سعودية وأصغر عربية على الإطلاق تتسلق إيفرست. رائد زيدان من فلسطين، أول رجل فلسطيني يحاول الوصول إلى القمة. So far it's been hard, but hey, I'm here for the summit. وصديقهم مسعود محمد من إيران في محاولته الأولى للوصول إلى أعلى نقطة في العالم. لأول مرة سيواجه فريق من المتسلقين العرب التحدي الأصعب في تاريخه من أجل الوقوف ولو للحظات على القمة. إنه اليوم الأخير قبل الانطلاق إلى النيبال، وأعضاء الفريق يقومون بالتحضيرات الأخيرة. أنا حوالي الحين 4 سنوات قاعد أجهز حق الرحلة. كل جبل أتسلقه حاط في بالي إن إيفرست في النهاية. شعور غريب شويه، لان احنا خلاص وصلنا لبكره السفر، ما باقي شيء. فالحين هذه صارت حقيقه، يعني مش حلم. فهذا شويه يسبب الارتباك يمكن شويه، لكن احنا جاهزين ان شاء الله من ناحيه المواد، من ناحيه التمرين، من ناحيه المعدات، وشنط مسكره، واحنا جاهزين ان شاء الله للرحله. الحمد لله رب العالمين. تو واحد قال هذه لا يقول لكم خطر، ما اعرف شو فيهم. اكيد الاعلام. وصل العلم الذي اوصى عليه الشيخ محمد من قطر، والذي سيرافقه في إيفرست ليرفعه على القمه. كان في السابق دائما يكون معنا اعلام لما نرفع على القمه، لكن تكون مش من نوعيه جيده، وكانت تتوسخ بسرعه، وكانت بعض المرات تتمزق، واشياء كثير تصير في الجبل. لكن لما شفت العلم هذا كانت يعني جوده من عاليه الجوده، وفي نفس الوقت خفيفه، فمعناته احنا ندور على ان شيء يكون خفيف عشان نقدر نشيله معانا للجبل، لان الوزن الثقيل يكون صعب حمله، خاصه في الجبال العاليه. هذا احسن من مرات الأبل. الماتيريال تبعهم ماتيريال خفيف وخفيف واسهل، انا على طول نطلبه. شو رايك؟ كثير حلو. لا يلا ان شاء الله ان شاء الله هالطريقه ان شاء الله 7 ويكس كم تو داي ان شاء الله. لما شفت العلم هذا اللي ان شاء الله ارفعه فوق اعلى قمه، لما مسكته بايدي تخيلت نفسي انا واقف فوق الجبل مع اصدقائي ارفع العلم، لكن الحين ما باقي علي غير اتسلق الجبل. الله يعطيك الله يعطيك. عطى حق الهندي هناك الله يعطيك. الله يعطيك. غسيل سيارة. سيارة غسل سيارة ها؟ واللي وراها مال أربعة عشان تغسل سيارة. كاونت أوف ثري. شنو هذا؟ سبوت خليك. عطنا هالسبوت؟ كذا ولا سبوت؟ عطنا سبوت توكل. أنا مش فاهم شو الموضوع اللي قاعد يصير.
I don't think he knows he's on camera. Now he knows. Now he knows. شو الأخبار؟ ما شاء الله. أنا I'm ready to track. يلا. Let's go. This is the device that will track us all up the mountain. Spot. Spot Connect. هو GPS. جهاز GPS. متواصل دائما مع بس نشغله. بتواصل دائما مع الأقمار الصناعية ويعني بورج الناس وين إحنا موجودين وإحنا بنمشي على الجبل. طول ما هو شغال برسل للأقمار الصناعية وفي عندنا على الكمبيوتر ويب سايت شو اسمه موقع إلكتروني بورج الأشخاص بيقدروا يدخلوا عليه ويشوفوا إحنا وين ماشيين بالضبط. وأهم شيء يمكن بالسبوت كونكت اللي هو الأس أو أس هنا في زر نكبس عليه لا سمح الله إذا كان في انهيار ثلجي ويعطي موقعنا للسلطات نقدر يطلعوننا إن شاء الله لا سمح الله. وبرضه عن طريق الجهاز بنقدر نودي رسائل يعني قصيرة تروح على الأقمار الصناعية. طبعا تنزل على الموقع الإلكتروني تبع moalthani.com that's moalthani.com. نايس. اوه عن جد this is beautiful. شو رايك؟ عن جد حلو. شوف اسمك؟ هيو هون. حلو. نايس نايس اي لاف ات. هاي اكسبيديشن فلاج. هاي نحطها في بيس كامب. روعة. عن جد حلو. ها؟ تعقيد. تعقيد. شنطتي السفر. كل ما أسافر wherever I go أحب أشتري شيء من 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 البلد المعينة. إنه مثلاً لما كنت على Everest Base Camp كنت بقرأ هذا الكتاب وInto Thin Air كتاب مرة معروف عن group طلعوا على Everest وكان عندهم مرة مشاكل وفي منهم ماتوا. بس كنت أقرأ وكنت أكتب مثلاً في كل آخر صفحة يومية عن هذيك الرحلة وكنت فين ما كنت أحط ألاقي أوراق أحطها التيكت الفلاي تيكت. هذا كلهم نفس الشيء تقريباً. هذا الإعلان عن البرنامج اللي سويناه حق السرطان الثدي لما طلعنا مع الأمير ريما على إيفرست بيس كامب السنة اللي فاتت. في أبويا كان يبغى يعني عن قصتي لما رجعت من أنتاركتيكا. ف رحنا على عقاب وعطيناهم إنسايد سكوب على قصتي وعملوا really nice friend. I hate this picture. بس كنت مرة مفتخرة إنه حاطين صورتي مع باقي الأفراد التيم من أنحاء العالم. هذول البيبي شوز اللي كنت قاعدة بتكلم عليهم أول اللي لقيتهم في نامشي بازار. طبعاً بهدلين مرات ألبسهم مرات أعلقهم. والفكرة إنه بعد ما خلص السيفن سمت إن شاء الله أسوي لولد أختي a picture book من كل الجبال اللي سويتهم وكل البلدان اللي رحتهم مع البيبي شوز حقته. ف ممكن يوم من الأيام هو يروح نفس الأماكن اللي أنا روحتها. كيف تجهز حالك لشهرين؟ كيف؟ مرة صعب وعندك أشياء صغيرة لازم تنتبه عليها ولازم تفتكر لازم تحط احتمالات لأشياء السيناريوز لأشياء ما تعرف إيش يصير. نقدر نتأخر لا سمح الله نقدر تتعور أو بطنك تعورك فلازم يكون معك أدوية. وإن ماي كيس لي أنا أبرد مرة كثير فكان لازم أتأكد إن معايا كل الجاكيتات اللي أحتاجها كل البناطين اللي أحتاجها. بصفة عامة دايما الباكينج أسويه يمكن على الأقل 4 مرات
على الأقل بالنسبة لي. I check, recheck, recheck. أتأكد إنه ما نقصني ولا شيء. Ice axe with leash. رها تحزم أمتعتها بمساعدة أصدقائها استعدادا للسفر. رحلتها ستدوم شهرين، لن تكون رحلة سهلة، فعليها أن تكون جاهزة من ناحية المعدات واحتياجات الجبل. اشتريت هذول الجداد لأنه هذول الصغار القدام ما كانوا بيشتغلوا مزبوط، حاسحطهم على الجنب هنا. Press six. للباك باكينج كانوا اثنين معايا. بنت خالتي دائما كانت تسألني كيف ايش الجير، ايش الاشياء التحتاجيها، كيف تروح. فقلت لها تعالي هذه المره انا اوريكي، انا اوريك الاشياء. والثانيه اللي معايا هم عاده في اثنين معايا، روزا ولومي. هذول الاثنين أمهاتي الأولى والثانية والثالثة، يعتبروا من ثلاثة أمها، يعني أنا عندي ثلاثة أمهات كانوا معانا 33 سنة تقريبا. فبالنسبة وعندهم احتراف باكينج، احتراف، مهما أنا حاولت ما أقدر أحط بنفس الترتيب أحط الأشياء، ما أقدر. يعني دايما عندي مشكلة لما أمشي بعد خلص الجبل وأرجع ما أقدر أحط الأشياء، ما تكفي. سبحان الله عندهم كذا احتراف. وكمان هي تشيلها مرة كثير، ودائما ترتاح اكثر لما تشوف انها شايله معايا اشياء وشايله، ترتاح اكثر، تحس عندها اوكي انا مجهزه وجايبه اشياء معي وكذا. ف ليها انها تكون موجوده، لي انا كمان. Ascenders, one right or left. هذول وانت طالعه على fixed rope لما تكوني مربوطه it stops you from falling down. يطلع لفوق يطلع لفوق بس it doesn't go backwards. عرفتي؟ بحاول قد ما أقدر أكون متأهلة gear wise، يعني من الأشياء اللي أحتاجها قد ما أقدر، بس مهما كان دائما يكون في أشياء ناقصة أو أشياء تنساها. Oh no, you just you have to put the sports bra. مساء النور، رائد زيدان معكم. اليوم عنوان حلقتنا اوكي جينا على كارفور عشان نسوي شوبينج للجبل، ايتمز صغيره بناكلها، يعني سناكس بناكلها واحنا بنمشي على الجبل. خلينا نسوي شويه شوبينج. هاي شوكليت درينكس وايد على اليسار. نحتاج شو اسمه محمد؟ رينبو. كم واحد؟ لا رينبو لا. كم واحد نجيب؟ اثنين. احنا راح نقضي شهرين على الجبل، وبتحرق الاف كالوريز يعني وانت ماشي وانت على الجبل، حتى وانت قاعد وانت نايم تحرق، لانه بسبب ارتفاع كل الاكسجين يعني جسمك بيحرق كالوريز ذا هول تايم. كل ما اخذنا شيء قلنا هل هذا بكفي ولا لا؟ نتذكر ان احنا رايحين شهرين، روح ناخذ زياده. كل ما فكرنا قلنا يمكن نحتاج اقل شويه، قلنا لا شهرين واخذنا اكثر. فان شاء الله بس ما ينصعقوا الناس هناك لما يشوفوا كثر اكل ماخذين معانا، لكن احنا متاكدين ان راح ناكل كل شيء هناك. نروح على جبل بيه. يلا نروح اليوم ولا نروح انا.
I'm sorry. شو هاي؟ تعال. رجعنا لأنتاركتيكا احنا. تذكر جوزات. دائما احنا نطلع طلعات انا افتقدتهم لما هم راحوا البر وراحوا هذا، فانا غرت شويه فقلنا اليوم لازم نسوي شيء ثاني، فجينا رمينا. هاي سي زد صناعه تشيكيه هل سبورت اديشن جديد صح؟ اي رميه وايد دقيق. انا بدي الرشاش. رشاش ما عندي. لا ما في لزوم للتحدي، بتعرف انا شو اسمه غلبتهم كلياتهم، بس هم كالعادة ما بحبوا يعترفوا انه شو اسمه انه انا احسن منهم في الرماية. مو I didn't get the sport one. ما بعرف the one that's not accurate عشان انت تربح يعني بالنهاية. شو معك؟ الناس اللي مع محمد ولا جابوا لي واحد غير. جابوا لك واحد فلسطيني. صار لي يمكن اسبوعين ما رميت، فدائما احب افكر بشيء معين قبل ما ارمي عشان ارمي كويس، فقلت الحين ما في شيء ارمي الا يعني هدفي الجاي، فحطيت هدفين، هدف الورقه اللي قدام والهدف الثاني اللي هو ايفرست، فكتبت ايفرست و8850 متر اللي هو ارتفاع ايفرست، وجبت كم وحده بعزيرو يعني. برويك شيء رائد. تذكر هذا؟ باكيت ليست. تذكر متى كتبناه؟ أنا أول مرة شفتها في 2009. كتبته في بيس كام، وإحنا رايحين بيس كام. صح. أنا عندي شيء بديته من زمان، من قبل ما أتسلق الجبال، اللي يسمونها بالإنجليزي الباكيت ليست، اللي هي سلة أهداف الواحد يبي يحققها بحياته. الليستة هذه لستة طويلة، ومش لستة لها نهاية، لستة قاعد أزيد عليها دائماً، دائماً أشياء جديدة تيجي في بالي بسويه وأكتبها في الليست في الباكيت ليست اللي عندي. سكاي دايف. يب. تراك تو إيفرست بيس كامب. جامبل 3000. سويم وذ دولفينز. في أشياء يعني الواحد يضحك لما يسمع إنه بيسويها، ولكن أنا صراحة أقول ليش لا، يعني صراحة بجربها يعني. حاطط على الليست سوق تاكسي. اي انا مستعد اسويها. اي تاكسي. لحظه 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 اسمع 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 قعدت على الليست نام ليله في السجن. بدك تعمل اثنين بواحد، تسرق تاكسي بتسوق بسجنوك ليله. لا هاي بتخلص اثنين سوا. لا لا انا بقرا انا ومحمد. انا بقراها محمد. وصلنا على السبع على السبع قارات مع بعض مع بعض سبع قارات مع بعض. زين محمد ليش سويت الليسته هذه؟ كانت يعني كنا احنا قاعدين في بيس كامب وكنا قاعدين ما عندنا شيء نسويه، فكنا تعرف هاي فكره خلينا نكتب الاشياء اللي نتمنى نسويها بحياتنا، فقعدنا نسجل 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 وما وعينا بنفسنا الا وصلنا فوق ال100 شيء، وشوي بشوي احنا قاعدين نشطب الاشياء يعني في معظم الاشياء شطبناها، بس كيف تصير مثلا مكتوب هنا مثلا تسوق سياره فورمولا 1 إذا 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 هي في بالك تعرف كيف إنك مكتوبة لما تشوف قدامك سيارة فورمولا 1 بتروح تبي تسوقها، عرفت كيف؟ ولا تحاول طريقة إنك تسوقها، ولكن إذا مش مكتوبة ما تيجي على بالك، فعشان كذي لما كتبت الشيء معناته صار هدف لي أنا. من الأشياء اللي موجودة في الباكت ليست تسلق القمم السبعة اللي من ضمنهم أكيد قمة جبل إيفرست، فإن شاء الله أنا الله يقدرني إني أمسح إيفرست من الليستة. طيب شو جاهزين؟ على شو؟
بكرة؟ احنا اي ساعة الطيارة بكرة؟ بكرة الساعة 3. 3 ها؟ ورايحين؟ نيبال. الله سفاري؟ بكرة تبدا رحلة العمر. أنا شخصيا جاهز، وهلا الدرايفر السائق جايب الشنط تبعوني عشان يحطهم هون عشان بكرة يطلعوا على المطار على طول. بس بعرفش أنتم كيف أعصابكم. كيف الحماس؟ الحماس عالي جدا، بس كمان حرق الأعصاب، الواحد متوتر جدا. يمكن أعصابي شوي متوترة، غير عن أي جبل ثاني، طبعا أكيد إيفرست غير عن أي جبل ثاني طلعنا عليه. امبارح وأنا عم بضب الشنطة، تعرف الصور اللي حطيتهم أنت. فضبيت شنطتي هيك، انا خلصت طب شنطه واحده، طلعت هيك قلت ايش هذا، بس عندي شنطه واحده. شوف الشباب ما شاء الله كم شنطه كل واحد. بعدين قعدت احسب الفرق، قلت عن جد فيها فرق منيح، يعني بين التراك تو بيس كامب اللي حتاخذ نحن 10 ايام يمكن، او الفرق قديش الفرق، انه شنطتين ثلاثه زياده كمان لكل واحد، انه بفرجيك قديش الفرق كبير بين اللي نحن حنعمله واللي انتم رايحين تعملوه. فانا توترت عنكم هيك امبارح وانا قاعد عم بفكر لحالي أجيب إنه ما أعرف. اجتمعنا كلنا لآخر ليلة وجابوا كلهم أغراضهم عندي عشان اليوم اللي بعده راح نطلع كلنا على المطار مع بعض. آخر ليلة كان يوم أو كانت ليلة غريبة عندي، لأن كانت مخروطة بمشاعر كثيرة، يعني متشوق للجبل، أبي أروح أبي أتسلق هالجبل اللي انتظره 4 سنوات أو أكثر. في نفس الوقت أكيد أنا رايح وما أعرف إذا أنا راح أرجع ولا لا، لأن الجبل خطر، يعني أي شيء ممكن يصير، فأنا ما أعرف إذا أنا بروح برجع ولا لا. We'll say we'll go straight to the plane. So yeah, I'm gonna stay here. Walter, good luck. Take care. 200 hours of training. I'll make it work. Be safe. Take care. You can do it. بكلمكم إن شاء الله يوم نوصل نيبال. الله مع السلامة. أبوي يقول مسعود معاكم، قلت له إيه، قال بتشوفون أكشن. تأخرت الطيارة ساعة، فخلنا نرفع ضغط الشباب شوية، ما يعرفون. تلقينا اتصال إن الطيارة تأخرت ساعة. فكان احنا كان سيارة تانية ورانا، وبدل ما نروح المطار رحت الجامعة الأمريكية بالشارجة. فالسيارة الثانية استغربوا، قالوا ليش يعني محمد راح الجامعة الأمريكية، وين رايح وين رايح؟ عندنا 10 minutes. عندنا 10 minutes. كم يبغالكم عشان توصلوا؟ محمد اهم شيء ناخذ ستاربكس؟ ستاربكس؟ هم انجنوا، قالوا يعني انتم وراكم طيارة ونتأخر على الطيارة، واحنا قلنا لا ما نروح نيبال الا ماخذين ستاربكس. فنزلنا، كانت يعني لما اكتشفوا ان الطياره تاخرت يعني قاموا يعني ارتاحوا شوي، يعني بعضهم كانوا متنرفزين. يعني اقعد شهرين بالجبل وفي راسي ستاربكس ما يصير. مالك يا زلمه؟ لا عادي. What happens, it happens. Wait till you get to the top. I'll cry with you. Once again. No, I spoke to my mom. She gave me my grandmother the phone. Unbelievable, her voice. So weird. أمي أعطتك دعوة محترمة بالدعوات. خلص، done. أنا أعطتك دعوة. My grandmother. I
أولادي يعني بشتاق لهم أكيد، يعني أنا رايح فترة طويلة، رايح شهرين، فهذا ما أعرف كيف 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 بأقلم نفسي على هذا الشيء. يلا يلا خلينا نمشي. خلاص خلاص. لا الحين أشوف سعيد. ها Please give them a big round of applause.